مش غنى بالمغرب، وهو يخوض نضالا ضد السياسة التفقيرية للحكومة، سواء على المستوى الميداني أو من خلال المؤسسة التشريعية أو التعبوي أو من خلال عضويتنا في المنظمات النقدية الدولية. فهو جد مسرور أن يجد جانبه حزبا كبيرا اسمه حزب الاستقلال يدعم نضاله ويتبنى مواقفه ويدافع عنها. بهذه المناسبة فلا يسعني إلا تجديد التأكيد على استمرار التنسيق الاستراتيجي بيننا، وتأكيدنا على تبني خيار المعارضة البرلمانية التي اختارها المجلس الوطني العربي. إننا في فلسطين جئناكم من القدس من أرض الرباط دعما لكم ولحكم.